واش عرفتي شكون اول واحد قال لبيك اللهم لبيك لما دخل لمكة؟ ملك نصراني ظالم اصبح صحابي. لما سلم غادي يمشي يأدي العمرة ديالو وبدا كيلبي قبل دخوله لمكة، فكان اول مسلم على وجه الارض كيدخل لمكة ملبيا بصوت عالي لبيك اللهم لبيك. فشكون هذا الصحابي؟ واش فيت لكم سمعتوا به وشنو هي القصة ديالو؟ سلام، مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي، كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه. اخر سؤال حلقتنا 60 كان هو، غادي تكونوا عارفينه، صحابي عز به الله الاسلام وهربوا منه الشياطين، شكون هو؟ والجواب اللي كان عندكم كلكم صحيح هو. اما سؤال حلقتنا اليوم، فمن هو اول من خلقه الله تعالى؟ غادي ننتظر الاجوبه ديالكم لتحت في التعاليق كيف العاده. لنبدا. قد بعث الله تعالى رسوله محمد عليه الصلاه والسلام للناس، فامن به من امن، وغادي يكفر به في بدايه امره بزاف، وغادي يوقفوا لسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام من الدعوه ديالو والدين ديالو. ولكن مع مرور الايام والشهور والاعوام كان بزاف من هؤلاء الكفار كيدخلوا في دين الله افواجا، وكيبان لهم الحق وكتزول عندهم الغشاوه، ويريد الله لهم الهدايه. فمن هاد الناس كيقدر يكون واحد منهم في يومه عدوا لدودا للإسلام والمسلمين، وسبحان الله لغد ليه كيولي شخصا آخر. لما كيسلم وكيخاط الإيمان بقلبه فإذا به كيولي يناصر دين الله بكل ما أتي به من قدرته. وكان ما بين هؤلاء أحد السادة الأعلام ممن هدى الله قلوبهم وأنار بصائرهم من بعد طول عداء لدين الله، بل بعد أن كان لشدة بغضه وكره للإسلام كيحاول باش أنه يقتل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. بطل قصتنا اليوم هو صحابي رضي الله عنه، اللي كان سيدا من سادات بني حنيفة وملكا من ملوك اليمامة، وكان في قومه لا يعصى له أمر، اللي قالها خصها الدار. نبدأ القصة من الأول. في السنة السادسة من الهجرة غادي يعزم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام باش أنه يوسع نطاق الدعوة إلى الله، وغادي يكتب لثمانية من ملوك العرب والعجم ويبعث لهم كيدعيهم للإسلام. فمن ضمن من كاتبهم كان واحد الرجل اسمه ثمامة ابن أثال الحنفي، اللي هو الملك نتاع اليمامة واللي هو بطل قصتنا الليلة. كان هاد ثمامة سيدا من سادات بني حنيفة المرموقين ومالك من ملوك اليمامة اللي ما كيتعصاش لهم أمر، كان ملك نصراني. فهاد ثمامة كان غادي يتلقى رسالة الحبيب باحتقار والإعراض، وغادي يدير راسه بحيل ما سمعش هاد الدعوة ديال الحق، وغادي يدير الشيطان يدو في يديه ويغرو باش أنه يقتل الحبيب ويحبس الدعوة ديالو معاه عليه الصلاة والسلام، وغادي يزيد الشر ديالو حتى غادي يقتل واحد العدد من المسلمين انتقاما من رسول الله. فمن بعد مدة غادي يعزم ثمامة باش أنه يؤدي مناسك العمرة، وغادي ينطلق من أرض اليمن وغادي لمكة. وكانوا المشركين قبل البعثة كيحجوا كيزوروا البيت لكن على الطريقة الشركية. فقبل ما يوصل لها ثمامة ما بقى ليه والو، غيوقع ليه واحد الأمر ما كانش داير بحسابه، واحد السرية من سرايا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اللي كانت كتدور حول الديار في المدينة بنت لها ثمامة وهي ما كتعرفوش. فغادي يشدوه ويربطوه وداوه للمدينة ويربطوه مع سارية المسجد، وبقاو كيتسناو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام باش انه يجي ويشوف هذا الاسير وشنو يدير به. فلما خرج سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الى المسجد وهم بالدخول، اذا به كيتفاجئ بثمامة بن اثال مربوط في السارية. فقال الصحابة اللي كانوا دايرين به: أتدرون من أخذتم؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال لهم سيدنا محمد: هذا ثمامة بن أثال الحنفي، فأحسنوا معاملته. ويا على أخلاق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أحسنوا معاملته. كان ثمامة تيفكر باش أنه يقتل الحبيب، ولكن الحبيب تيقول لأصحاب ديالو أحسنوا معاملته. شفتوا الدين الإسلامي ديالنا كيفاش داير؟ دين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لين هين سهل وجميل ورائع، حتى شي حاجة ما كتجيب السيف، خطوة بخطوة. المهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام غادي يرجع إلى أهله وقال: غادي تجمعوا ما عندكم من طعام وغادي تبعثوا به إلى ثمامة بن أثال. ثم أمر بناقته باش أنهم يحلبوها في الغدو والرواح وباش يقدموا ليه اللبن ديالها. فعلا داكشي اللي غيكون كله. فقبل ما غادي يلقى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أو حتى يكلمه، من بعد سيدنا محمد غادي يدخل على ثمامة وبغى يستدرجه للإسلام، ويقول له: ما عندك يا ثمامة؟ زعما علاش اقتربتي من المدينة؟ فقال: عندي يا محمد خير، فإن تقتل تقتل ذا ذم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال
فسل تعطى منه ما شئت. غادي يخلي سيدة محمد عليه الصلاة والسلام يومين على حاله كيدو ليه بالطعام والشراب وجايب اللي حتى من لبن الناقة. غادي يعاود يرجع عنده سيدنا محمد فقال ليه ما عندك يا ثمامة؟ فقال ليس عندي إلا ما قلت لك من قبل يا محمد، فإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. غيخلي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وغادي يعاود يرجع عنده في اليوم التالي فقال ما عندك يا ثمامة؟ فقال عندي ما قلت لك. عاود لي نفس الجملة. غيلتفت سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عند الصحابة وقال لهم أطلقوا ثمامة. غادي يفكوا الرباط ديالو وغادي يخليه. غادي يمشي ثمامة من مسجد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حتى وصل لواحد الجهة اللي فيها النخل في الحواشي ديال المدينة قريبة من البقيع اللي فيها الماء، وغادي يحط الرحيلة ديالو حداها وتطهر فأحسن طهوره، وغادي يعاود يرجع للمسجد. فما إن بلغه حتى وقف على ملأ من المسلمين وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمدا عبده ورسوله. ثم غادي يتجه عند سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ونطق بالشهادتين قدامه وقال يا محمد والله ما كان على ظهر الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، وقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي، والله ما كان دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي، ووالله يا محمد ما كان بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. الله الله. شوية غادي يقول ليه لقد كنت أصبت في أصحابك دما فما الذي توجبه علي؟ غادي يقول لي عليه الصلاة والسلام لا تثريب عليك يا ثمامة، فإن الإسلام يجب ما قبله، زعما يهدم ما قبله. الله الله. غادي يبشر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بالخير الذي كتبه الله له بإسلامه، فانبسطت أسارير ثمامة وقال والله لا أصيبن من المشركين أضعاف ما أصبت من أصحابك، ولا أضعن نفسي وسيفي ومن معي في نصرتك ونصرة دينك. كل شيء اللي معايا حتى من سيفي ومن نفسي كلهم غادي نوهبهم لك سيدنا رسول الله. ثم قال يا رسول الله إن خيلك أخذتني، زعما سلاح الاستطلاع قبضوني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى أن أفعل؟ قال لي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام امضي لأداء عمرتك ولكن على شرعة الله ورسوله. وغادي أمر الأصحاب ديالو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام باش أنهم يعلموه المناسك. غادي يمشي فعلا ثمامة إلى غايته حتى وصل قريب من مكة، وإذا به كيرفع صوته بالتلبية قائلا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فكان ثمامة هو أول مسلم على ظهر الأرض دخل مكة ملبيا، وما إن سمعت قريش صوت التلبية ديالو حتى غادي يتجمعوا مقلقين ووجدوا السيوف ديالهم باش أنهم يهاجموا الذي هاجر بمخالفة دينها في وسط دارها. لما غادي يقربوا ليه غادي يرفع صوته بالتلبية، وحاول واحد الفتى من الفتيان قريش باش أنه يرميه بدك السام، ولكن كبار القوم أخذوا على يده وهم يقولوا ليه ويحك أتعلم من هذا؟ إنه ثمامة بن أثال ملك اليمامة، وإنكم إن أصبتموه بسوء قطع قومه عنا الميرة، زعما طعام. غادي يوقفوا عليه من بعد ما رجعوا السيوف إلى أغمادها وقالوا ما بك يا ثمامة؟ أصبوت وتركت دينك ودين آبائك؟ فقال ما صبوت، أسلمت واتبعت خير دين، اتبعت دين محمد عليه الصلاة والسلام، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. من بعد ما غادي يسالي المناسك ديال العمرة ديالو كيف معلم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال أقسم برب هذا البيت إنه لا يصلكم بعد عودتي إلى اليمامة حبة من قمحها أو شيء من الخيرات ديالا حتى تتبعوا دين محمد على آخركم، زعما ما غادي نصيفط لكم لا طعام ولا حتى شي حاجة حتى كل شيء يسلم في هذه المدينة. فمن بعد كيف ما أمر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام غادي يذبح لله ولا للأصنام ومشى لبلاده، فأمر القوم ديالو باش أنهم يحبسوا المساعدة عن قريش. غادي ينفذوا بالأمر ديالو وغادي يستجبوا ليه، مما غادي يجعل هذا الشيء الأسعار كترتفع في مكة ويفشو الجوع ويشتد الكرب حتى خافوا الأنفس ديالهم والأبناء ديالهم من الهلاك. ديك الوقيتة كتبوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يقولون إن عهدك بك تصل الرحم وتحض على ذلك، وإن ثمامة بن أثال قطع عنا ميرتنا وأضر بنا، فإن رأيت أن تكتب إليه أن يبعث بما نحتاج إليه فافعل. فعلا غادي يكتب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إلى ثمامة باش أنه يطلق لهم المساعدة،
فأطلقها. ولما التحق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى، إذا بالعرب كيخرجوا من الدين بالجماعات، فإذا بمسيلمة الكذاب من بني حنيفة بلد ثمامة كيدعوهم بالإيمان وبلأنه هو النبي، غادي يوقف ثمامة في وجهه وقال لقومه: يا بني حنيفة إياكم وهذا الأمر العظيم، إنه لأمر مظلم لا نور فيه، إنه والله لشقاء كتبه الله عز وجل على من أخذ به منكم وبلاء على من لم يأخذ به. ثم قال: يا بني حنيفة لا يمكن أن يجتمع نبيان في وقت واحد، وأن محمدا هو رسول الله ولا نبي بعده ولا نبي يشرك معه. وغادي يقرأ عليهم قول الله عز وجل من أول سورة غافر: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوبة، شديد العقاب، ذي الطول، لا إله إلا هو، إليه المصير. وقال: يا بني حنيفة سمعوا هذا الكلام مزيان، مسيلمة غادي يسولوه: واش نزل عليك شيئا مثل القرآن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ قال: نعم. هما يقولوا ليه: قل لنا أي شيء أنزل عليك. فقال قولته المؤلفة اللي ما عندها لا معنى ولا والو، كلام غير متناسب مع أقوى الله عز وجل، غافر الذنب وقابل التوبة، شديد العقاب، لا إله إلا هو، وإليه المصير. بقى ثمامة كيقاتل جهادا في سبيل الله وإعلاء لكلمته في الأرض. وهذه هي قصة من حياة ثمامة بن أثار رضي الله عنه، صفحة لمنها سوداء مظلمة، وذلك في أيام كفره وإعراضه ومحاربته للإسلام وأهله وقتله أيضا لبعض الصحابة ومحاولته باش أنه يقتل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ولكن حياة منها مشرقة مضيئة لتتبين الحال ديالو من بعد ما هداه الله للإسلام وصار أحد المنتسبين إلى هذا الدين المحاربين لأعداء الله وأعداء رسوله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. تلقوا في حلقتنا المقبلة. سلام سلام.